توجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة إلى القصر الجمهوري بعابدين لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة 2024. أتقدم وزير الداخلية وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة بأسمى عبارات التقدير والاعتزاز، وأبلغ كلمات التهنئة والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 72 لمعركة الإسماعيلية الخالدة التي جسد فيها رجال الشرطة أصدق معاني التضحية للوطن بالذود عن أمن وأمان شعبه العظيم بكل غال ونفيس، ليسطر التاريخ للشرطة دورها الوطني عبر العصور. أشار وزير الداخلية إلى أن مسيرة جهاز الشرطة تمضي اليوم خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لأداء رسالتها النبيلة أكثر فداء وأعمق عطاء وأصدق وفاء نحو مستقبل أفضل للبلاد.